السلام عليكم خوتي خواتاتي، تبارك الله عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. الان رحنا كنتواجدوا في طريق عين المو، بالضبط في ورطاس، بالضبط قدام عين جعوان، يعني غير قدام عين جعوان، ماشي بعيد عليها بزاف. عين جعوان هي غير هي، وهنايا ورطاس، الورطاس الاصل، يعني هنا فين كان، هنا من تما ورطاس على هاد الدوار اللي كاينين هنايا قدام سيدي الرم هنايا. المهم هاد البلاصه هادي كانت بلاصه خطيره، ودرك الحمد لله راهم داروا لها هاد الكرياج، هاد الحواجز هادو، هادي راها كانت من اخطر الطرقات اللي كانوا هنايا في جبل بني زنازن. هاد الطريق هادي كنفوت بها دائما، كتمشى بها بزاف، كتكون طالع منها العين المو، ودائما كنشوف انا هاد الجرف اللي كان هنايا، وخصوصا راه كاين شي لحقاش مازال ما كملوش، يلاه كيبداو فيها، وكاين شي جروفه راهم كاينين مع الطريق، الله يحضر سلامه، خطر خطر، يعني الموت هكذاك الموت بعينيها. ودائما كنفكر غير بوحدي، كنقول هاد الطريق هادي الله يستر خطر، وشحال بواحد راه طاح فيها. غير مؤخرا قالوا لي طاح فيها واحد من البيكاب، يعني مولا ما ندى امانته الله يرحمه ويوسع عليه. يعني هاد الجرف هذا راه فيه واحد، يكون فيه واحد 20 متر لو علم، ولكن راه مقارنه مع الجرفه اللي كاينه لداخل في الجبل. السلام عليكم. هذا الجرف هذا مقارنه مع الجرفه اللي كاينين لداخل في الجبل كندخلوا راه خطر، يعني الموت هكذاك. كما قلت لكم درك غادي نوصلوا للبلاصه اللي خطيره، راه مخدموها حتى هي رجلوها، يعني تبارك الله ما شاء الله، يعني الشكر الجزيل للناس اللي خدامين على هذا الطريق هذه، راهم يرجلوا له هذا الحواجز هذو، لحقاش راه الصراحه خطر، يعني راه الموت بعينيها. الله يا رب، يا شي دجاجه هاك، يا النشاط، الجو ديال الصباح شحال زين. العول وشمن العول ديك، اشكال اجواء الصباح. من بعد ما صبحت الضبابة قوية هاد النهار في مدينة بركان، يعني دوك راه طلعت الشمس، النهار راه طلعت الشمس، هادي الأجواء خضورية تبارك الله ما شاء الله، راه طلع مع ديك الشتا اللي كانت تصبت. دوك جيت نوريلكم يعني هاد الجديد اللي كاين هنا في مدينة بركان، بالنسبة للناس اللي كيتبعوا دائما الجديد، ودائما كيقولوا لي بارطاجي معنا أي حاجة تكون جديدة في إقليم بركان، شوفوا الجديد كاين اللي هنايا ولاد المدينة، يعني ولاد بركان. ومع الخدمه مع حكم العمل وكذا ما يقدرش يخرجوا ويشوفوا واش كاين، وكذلك كاين الناس ديال الجاليه عاود، يعني ولاد بركان وكيبغيو يشوفوا واش كاين في المدينه. المهم مره كنحاول نبارطاجي معكم يعني اي حاجه جديده، اي حاجه عندها علاقه مع مدينه بركان ولا اقليم مدينه بركان كنبارطاجيه معكم. والجديد اللي كاين الان هو هاد الحواجز اللي دايرينهم هنايا في طريق عين المو، يعني راهم يلاه كيبداو بهم، ماشي بسبب اللي بداو، انا حتى هاد السيمه هادي راه عاد كيداروها، كانت الطريق يعني ضيقه ودوك راه زادوا وسعوها. هنايا عاودي كانت خطيره هاد البلاصه هادي، هما داروا لها السيمه، بناوها بالحجر، حجر والشباك، داروا لها السيستم ديال بحال الدروج، يعني على جنب الواد هكذا ما غاديش يديها الماء. انا كان دائما كانت تفتت، يعني يطيح بها التراب، دائما يطيح بها التراب، ودوك راهم خدموها يعني ولات مخيره تبارك الله. الله، ديال الاكسيسام ديال الدروج، الله يا رب. هذا هو الجديد اللي كاين خوتي، بارطاجيتو معكم. هنا الى درنا وصلنا ليه، درنا اللي من كالكانكاسور، وهنا ندخل لورطاس مدينة بركان.